العوافي يا شباب صبايا بلبنان وبلاد الانتشار. بنرجع عن جديد بنطلع عليكم ب يعني بالاستمراريه اللي صارنا 3 سنين عليها، حتى لو طلع الشعر على لساننا بنضلنا نكفي بمسار الحقيقه لحتى توصل. وعلى فكره الحقيقه بتبرش الكل، يعني ما بترحم. والحقيقه منا جزئين، الحقيقه او لونين او مفهومين، الحقيقه حقيقه. يعني مثلا اسمه للواحد حقيقه، حيالله تسمية بتكون صارت من قديم الزمان لهلا بتضل هيدي التسمية هيدي حقيقة. لبنان اسمه لبنان، ما اسمه مثلا ما بعرف اي اسم. يعني عم بحكي عن جوهر الحقيقة. بالتالي الحقيقة لو انها بتزعج لازم تضل تنقال مثل ما هي، خصوصي اليوم بموضوع ترسيم الحدود اللي بلشت تخلق هالاشاعات والكب هيدا بكميات هائلة، والبيانات اللي عم تطلع من الاحزاب، ساعه من حزب سمير جعجع واليوم من حزب الكتايب اللي اصر على موضوع، خليني اقراها بس هيك. المكتب السياسي بحزب الكتايب بيصرح لانتزاع الترسيم من يد فريق واحد واحالته الى مجلس النواب فورا. يعني مبين الحقد والكره انه لا، مش لازم تكون بايد رئيس الجمهورية، لازم تكون مجلس النواب. مع انه امبارح شرحنا له للنايب محنكش، الياس محنكش يمكن اسمه، الياس ما بعرف، بس انه من بيت محنكش شرحنا له انه هيدا البروسيدور، هيدي الآلية ما فيها تكون بمجلس النواب وهول نواب. على كل حال وهيدا حزب بيعتبر حاله حزب الله والوطن والعيلة. الموضوع مش عليهم بالتحديد، ولكن هالخبث بموضوع التذكير باتفاقية 17 أيار. وهون معلش، هون يعني لأنه بنقول الحقيقة مثل ما هي، لا نبيه بري له فضل على إسقاط 17 أيار ولا وليد جنبلاط ولا ما يسمى بالحركة الوطنية. اتفاق 17 أيار سقط لأنه ما وقعوا رئيس الجمهورية بوقتها على أيام دستور الطايف. كانت المادة صريحة بتحكي عن صلاحية رئيس الجمهورية بالمفاوضة وعقد المعاهدات الدولية وتوقيعها وعرضها حينما يشاء على مجلس الوزراء. هلأ تغيرت كليا، صارت حصروا صلاحية المفاوضة برئيس الجمهورية ولكن لا تصبح رسمية إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء. بالتالي اللي سقط اتفاق 17 أيار هو يمين جميل اللي ما وقعه، لأنه كانت أجر بالفلاحة، منيح السائبت هيك، كان عنده أجر بالفلاحة وأجر بالبور، يعني نصه بسوريا ونصه بأمريكا وإسرائيل صراحة. يعني هيدي هي، مش لأنه هو سيادي ووطني، لا، لأنه كان عطول متقلب وبده يأكل البيضة والتأشيرة وبده يضل أجر بالفلاحة وأجر بالبور. يعني ما بيكون لا أجر تاني بالفلاحة ولا أجر تاني بالبور، مثل ما بيقول المثل اللبناني. فاللي هلأ عم بيستنبط فكرة إعادة الذاكرة باتفاقية 17 أيار اللي حكيوا أنه كانت اسرائيل مرغمة وكانت موافقة على اعطاء لبنان الخط 29، هيدي كذبة كبيرة. يعني مثل ما قلنا لكم اول امبارح يا خيي، اذا معتبرين انه في خيانة او خط 29 اتاخد انعطل اسرائيل، ما لكم الا تجتمعوا، يعني تعملوا اجتماع طارئ بسيدة الجبل، بميفوق، بمعراض، بالخنشارة، بالمختارة عفوا، بعين التينة، اعملوا. بس النصيحة، بتعملوا اجتماع طارئ وبتعلنوا الجهاد المقدس وبتروحوا على فلسطين المحتلة وبتحرروا الخط 29، هيك بنرتاح منكم ومن قرشكم ومن كذبكم ومن حقدكم. فهلأ رح نشرح بالتفصيل موضوع اتفاقية 17 أيار لحتى ما كمان تسري على عقول المواطنين. بس خليني بلش أول شيء بالملاحظات اللي فرضها رئيس الجمهورية حتى على المقترح الامريكي الخطي اللي تودى واللي وافقت عليه حكومة الكيان. خلينا نسمع بس هيك دقيقة ونص شو هي المقترحات اللي طلب رئيس الجمهورية وضعها وتبنيها على مقترح الاتفاق. فيما ينكب
يقول نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على صياغة الملاحظات القانونية والتقنية التي وضعها الجانب اللبناني على المقترح الأمريكي المتعلق بترسيم الحدود حطت السفيرة الأمريكية دوروثي شي في مكتب الأخير، حيث اطلعت منه على نتائج المحادثات التي جرت في القصر الجمهوري الاثنين، داعية للإسراع في إنجاز الرد اللبناني ومبدية اهتمام بلادها بإنجاز هذا الملف في أقرب وقت. معلومات الـ OTV تشير إلى أن الملاحظات اللبنانية تنقسم إلى ثلاث فئات: ملاحظات شكلية تتعلق مثلا بورود فقرة قبل الأخرى، ملاحظات لغوية تتعلق بتصحيح عبارات، وملاحظات أساسية جوهرية وهنا الأساس. وفيما التكتم الرسمي سيد الموقف حرصا على إنجاح المفاوضات، كشفت مصادر معنية للـ OTV أن الملاحظات الجوهرية تتعلق بمسألتين أساسيتين: المسألة الأولى مرتبطة بوضع حق القانا وطريقة استثماره مستقبلا في حال تبين أن هناك مثلا خزانا جوفيا يتجاوز المنطقة المحددة للبنان، حيث يبدو أن المطلب اللبناني يركز على أن يكون التعاطي عبر الشركات أي توتال والشركة المنقبة في إسرائيل. أما المسألة الثانية فتتعلق بالمنطقة الأمنية التي يرفض لبنان أي تكريس للأمر الواقع الموجود ويحتفظ بحقوقه في هذا المجال. وفي هذا الإطار جزمت المصادر قائلة: حتما لن يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي في هذه المنطقة. المصادر تعتقد أن ملاحظات لبنان وعلى أهميتها إلا أنها لن تمثل عائقا يقف في وجه إتمام هذا الملف، وتقول: بعد تسليم لبنان لملاحظاته سيناقشها الجانب الأمريكي مع الإسرائيليين على أن يعود بعدها بعرض معدل، فإذا ذللت الشياطين الصغيرة المتبقية وسارت الأمور وفقا لما هو مرسوم لها فسنكون أمام أيام قليلة فقط تفصلنا عن توقيع الترسيم بشكل نهائي. فاذا في مجوهره، في ملاحظات جوهريه اللي هي ملاحظتين فيما يتعلق، اذا انتبهتوا للحديث على الحقل القانا، ما هو بيمتد بجوف المي يعني تحت المي بيمتد لجوا، وهون رح ارجع احكي عن قصه اتفاقيه 17 ايار. فاذا المقترحات اللي اضافها، التعديلات اللي اضافها رئيس الجمهوريه اكيد رح يقبلوا فيها الاسرائيليه، مرغما اخاك لبطلا او مرغما عدوك لبطلا، احنا ما تتفسر انه عم نقول خينا. ف يعني حتى التسريب اللي صار اليوم على انه هوكشتاين من شي شهر ونص وقت اللي اجى على لبنان طلب من يعني عم يحكي قدام رئيس الجمهوريه انه المنطقه الامنيه اللي عم تحكي عنها اسرائيل إذا ما بتقبلوا فيها بده يطير الاتفاق. قال له رئيس الجمهورية عمره ما يكون في اتفاق، قال لهم ما منا موافقين. فتسارعوا الأمريكان والفرنسوية لحتى تظبيط الوضع وأرغموا إسرائيل على القبول بموضوع المنطقة الأمنية لرافض لبنان أنه تكون لمصلحة الكيان. هون كمان نقطة كتير مهمة، رح أرجع لموضوع الكتائب اللي اكيد مش عم بعطيهم اهميه، ولكن بما انه هيدا الموضوع صار مثل كره ثلج وتبين انه البيان تبعهم مثل كانه يعني رئيس المجلس نبيه بري هو اللي ودي لهم ارنب لحتى يطلعوه، لانه في حاله من اثنين: يا اما مستوى الكره والحقد على المدرسه العونيه وعلى رئيس الجمهوريه وعلى الوزير جبران باسيل لمنع القول بالتاريخ او للشعب اللبناني انه رئيس الجمهوريه اللي خلى لبنان، ميشيل عون اللي خلى لبنان يصير دوله غاز ودوله نفط، يا اما يعني هني ارانب مرتهنين كليا لنبيه بري ومعتيه، يعني جمع معتوه صراحه. فلما يطلعوا هيك بيان قال يجب نزع هذا الملف وهذا الاتفاق من جهة محددة اللي هي رئيس الجمهورية وإحالتها على مجلس النواب لأن ينجز بمجلس النواب. هون بدي أرجع عيد، يعني لما واحد لما يكون أرنب لحدا تاني ومرتهن لحدا تاني على القليل لازم يكون عنده شوية مستشارين لحتى يعرف، وخاصة أنه هيدا حزب عريق يعني من الثلاثينات، وأكتر من هيك أنه فيه أربع نواب، يعني هون نواب اسمهم مشرعين. المعاهدة إذا سلمنا جدلا أنه هيدا الاتفاق اسمه معاهدة، علما أنه رئيس الجمهورية لحتى يقطع عليهم حبل كذب وحقد وهجوم ما ارتضى أنه يصير في توقيع بين بلدين، طلب التوقيع بيصير على الورقة الأمريكية النسخة اللي تودت للبنان من جهته، لبنان بيوقع عليها، والنسخة اللي تودت للكيان
من جهة الكيان بوقع عليها، بتتودع على الأمم المتحدة كي لا يقال إنه رئيس الجمهورية اتنازل واعترف وطبع مع العدو. هيدي انتهينا من النقاش، لأنه أرنبون كان محضر له رئيس الجمهورية بقدونس وأكل البقدونس وتضرر نتيجة هيدي الضرورة اللي صارتهم، الضرر اللي صار لهم، طلعوا هيدا البيان. نرجع منعيد ومنكرر، الدستور اللبناني واضح، إن رئيس الجمهورية المادة 52، إن رئيس الجمهورية هو الذي يفاوض على المعاهدات الدولية، وعندما ينتهي يعرض نص المعاهدة على مجلس الوزراء للتصويت عليها، يا أما بيوافق يا أما بيرفضها. أما فيما يتعلق بالمعاهدات التي ترتب أو تنشئ مترتبات مالية على الخزينة اللبنانية، يجب على مجلس الوزراء بعد إقرارها في المجلس أن يحيلها إلى مجلس النواب للتصديق عليها خلال سنة من تاريخ الإقرار بمجلس الوزراء. هيدي الاتفاق منه معاهدة أولا، يعني حتى لو كان معاهدة ما له علاقة مجلس النواب، وفي حال لو سلمنا جدلا إنه معاهدة، هيدي المعاهدة لا تأتي بمرتبات مالية، يعني معناتها ما بيجوز إحالتها على مجلس النواب، معناتها العته والغبا يعني عن جد معتيه. بيطلعوا بيان رسمي من حزب رسمي بموضوع فيه نواب بمجلس النواب ويقولوا يجب انتزاع هذا الملف من رئيس الجمهورية وإحالته إيداعه لمجلس النواب، وهيدي بناء على توصية أرنبية من نبيه بري، وهن بنفذوا. مش كرهن لأنه الرئيس الجمهورية مسيحي وهن مسيحية، لا، كرهن لما يجسد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من قيم ومبادئ وسيادة ما بيتجرأوا يوصلوا لمطرح ما كان يقول الرئيس لتحت هونيك شغلة. فبالتالي هيدا الحقد عميون لدرجة مستعدين يكونوا أرانب بإيد حيالله حدا لينفذوا إرادته. ودستوريا لا يجوز إحالة المعاهدة إلى مجلس النواب إلا بحالة واحدة مثل ما ذكرت، أن يكون تنشئ مترتبات مالية على الدولة اللبنانية. وهيدي المعاهدة إذا بدنا نسميها معاهدة، معاهدة الترسيم، لا تنشئ أي مترتبات مالية على لبنان، بالتالي مجلس النواب ما له علاقة. هلأ هني سكتوا وقت اللي سكت معهم ميشيل سليمان رئيس الجمهورية السابق، وسكت كل الرؤساء السابقين وكل رؤساء الحكومات السابقين، وسكت سمير جعجع وسكت سامي جميل وسكت أمين جميل على موضوع غير دستوري وعمل مخالفة دستورية نبيه بالريفية عندما استلم ملف المفاوضات مع الأمريكان وصادق على خط هوف اللي ولا واحد منهم فتح تمه، ولا واحد تجرأ يقول لنبيه بري اتفضل لازم نزع انتزاع هذا الملف من ايده واعادته حصرا الى رئيس الجمهورية حسب ما بتنص المادة 52 من الدستور. كلهم ولا نفس. ليه؟ مش لانه هن، لا، لانه هن ارانب بكل هيدي الحقيقة المطلقة. للأسف يعني عم نحكي بهيدي الطريقة، هن ارانب عند ابو الارانب، وابو الارانب ارنب عند الادارات الخارجية وخاصة الامريكية والسعودية وغيرها، كل شيء ضد لبنان هن بيعملوه. فاذا هذا الموضوع اذا كان معاهدة لا ينشئ مترتبات مالية على الدولة اللبنانية، وبالتالي ما لنا مجبور الحكومة تعمل له إحالة على مجلس النواب. اثنين، هيدا اللي صار واللي راح يصير ان الله راضي يتوقع منه معاهدة، هيدا اتفاق مقترح خطي يودع في الأمم المتحدة للالتزام به من قبل الأمم المتحدة، يعني بتلتزم فيه انه صار نص رسمي يلزم الطرفين، يعني ما صار معاهدة لا في تطبيع ولا في توقيع بين الطرفين ولا في احتفال بموضوع هيدا الاقتراح. فاذا كلامكم يعني كلام ينم عن غباء، غباء دستوري، غباء قانوني، غباء مجلسي، وغباء سياسي، يعني غبا بغبا. بس لانه درجة الحقد على رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وصلت لمرحلة ما بقى يعرفوا، ما بقى يفرزوا نهائيا، صاروا يلا بيطلعوا وصرحوا يمين شمال. اثنين، الحملة اللي عم تنعمل هاليومين على اتفاقية 17 أيار وخاصة فيما يتعلق بالحدود اللي نص عليها بهيدي الاتفاقية،
مثل ما ذكرت بأول فيديو، هذه الاتفاقية سقط ولدت ميتة، لأنه رئيس الجمهورية اللي هو الوحيد المخول كان بصلاحية الدستور ما قبل الطائف، هو المخول بالمفاوضة والتوقيع على المعاهدات وعرضها حينما يشاء على مجلس الوزراء أو مجلس النواب. بالتالي عند هيدي عم قول الحقيقة، لا الرئيس الأسبق أمين جميل لولا هو وقع عليها كانت صارت أمر واقع، ولكن هو ما وقع، فإذا هذا الاتفاق لا إله جميلة لا نبيه بري ولا ما يسمى بانتفاضة ست شباط سنة 1984 ولا شيء. هذا الموضوع كله همروجي إعلامية، يعني ما حدا له علاقة لا ولي جملاط لا نبيه بري ولا حدا يعني طير هذا الاتفاق. عدم توقيع أمين جميل على الاتفاق طيره، وهيدي حقيقة. ولو كانت يعني انه عم ينعطى كريدي للرئيس امين جميل، بس هيدي مش كريدي. قلت لكم ليه ما مضاها، ما وقع على انه كان اجر بفلاحة، باجر بسوريا واجر باسرائيل لا اكتر ولا اقل، وكان ضايع شو بده يعمل. هيدي هي خلاصتها. اما القول يعني بتعرفوا كمان الارانب حركت بموضوع الاتفاقية بالتحديد، اللي بتقول هني عم بيقولوا انه هني الاتفاقيه اللي صارت اتفاقيه 17 ايار ذكرت انه حدود لبنان البحريه هي الخط 29. هيدي كذبه كبيره كمان. اصلا خط 29 هو خط غير واقعي وهو خط وهمي، ولا مره الدوله اللبنانيه حطت مستند بالخط 29. نرجع نكرر، الخط 29 استعمله رئيس الجمهوريه، وهون امبارح كان دكتور قاسم عم بيقول حدروج انه رئيس الجمهوريه كان نبيه بري كان بده لما رجع شلحوا الملف رئيس الجمهوريه بحسب الصلاحيات الدستوريه، كان يبغى نبيه بري انه يتم استكمال اتفاق الاطار، بينما رئيس الجمهوريه مش الان قلب الطاوله راسا على عقب على عين التينه وعلى كل شيء ضد مصلحه لبنان وبلش من الصفر، لانه اتفاق الاطار ثبت خط هوف اللي هو بين خط واحد والخط 20 مش 23، يعني خسرنا اكثر من 860 كيلومتر مربع بالاضافه ل 860 كيلومتر مربع اللي ربحناهم. هلا صار في عنا 1400 وشوي. فهيدا الموضوع بالتحديد، يعني بتقول الماده من بقى انا جبت نص اتفاقيه 17 ايار مع كل مستنداتها وخريطها من ارشيف الامم المتحده، مش من لا من ارشيف الدوله اللبنانيه ولا من ارشيف وزاره الخارجيه. لا حتى اريكم البند 11 من الاتفاقيه بالتحديد، حرفيا لحتى ما ينقال انه يعني خليني اقولها حرفيا، لا اراها لحتى ما يكون في اي لغط باي حرف، احلى ما تتاخذ علينا بتعرفوا، لانه الحقيقه ما بتتجزأ ولازم نقولها مثل ما هي. وانا ما بدعي انه انا خبير نفطي او خبير، ما الي خصه لا بالنفط ولا بالغاز ولا بعرف ولا مارق من حد، يعني لحتى اعرف انه شو هني. بتقول البند رقم 11 من اتفاقية 17 ايار، اتفق الفريقان اي لبنان بين هلالين اسرائيل على اعطاء لبنان الخط 23 مع جيب يشمل جنوب شمال الخط المذكور. انتهى النص. بمعنى اخر انه هيدا الجيب هو المنطقة التي تشمل حقل قانا المسمى هلأ كاملا، وهذا ما تم فرضه من قبل المفاوض اللبناني اي رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على اسرائيل، واحتكموا عليه واعتبروه هو هيدا الحقيقة. بالتالي اتفاقية 17 ايار ما حكيت عن الخط 29، حكيت عن الخط 23. هلا الرئيس اللبناني بما انه هو المفاوض عن الدولة اللبنانية، الرئيس ميشيل عون شو عمل لما اجا جاب مقترح شفهي هوكشتاين وعم بيقول انه بدنا نعمل خط متعرج للخط 23، رسم الخريطة بدها تكون متعرجة، رفض رئيس الجمهورية. ليه؟ لانه الخط المستقيم بيعطينا حقل قانا كامل، وعلما انه قسم كبير من حقل قانا هو ضمن المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة اللي بيكونش. لما تقول اتفاقية 17 أيار ولما يقول المقترح هلا الحقل قانا كاملا من شمال جنوب الخط 23، لأنه الخط 23 بيجي من النقورة هيك
وشمال الجنوب اللي هو حقل قانا الفوق بفوت على المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة، يعني على المياه الإقليمية للكيان المحتل، بفوت على الجنوب على يلامس مش خط التسعة وعشرين، بيقطعوا بكذا كيلومتر لخط التسعة وعشرين. لهالسبب المقترح اللي عمله رئيس الجمهورية امبارح مع اللجنة التقنية ليزيدوه ويضيفوه على مقترح هوكشتاين الخطي، هو انه هيدي النقطة بالتحديد بدك تكون الخط الى داخل المياه الاقليمية لفلسطين المحتلة. بالتالي لا اتفاقية 17 اير نصت على خط 29 ولا اي نص اخر. هلا اللي عم بيشيعوا قصة الخيانة العظمى على التنازل، برجع بقل برد على العته والغبة تبعهم. لما بدك تتهم اي مرجعية دستورية في لبنان، يعني لما بدك تتهم رئيس الجمهورية بالخيانة وبالتنازل عن السيادة، بده يكون المتنازل عنه منصوص عنه ب يا اما بمعاهدة يا اما بالحدود اللبنانية تبعا للدستور اللبناني، الخرائط المرفقة، لانه الدستور فيه خرائط مرفقة. طيب الخط 29 لم يدخل مطلقا بتاريخ الجمهورية اللبنانية، هيدي لنفسرها لحتى يفهموها بشكل سهل الرتش واللي حقودين، ولا مقترح ولا نص بالجمهورية اللبنانية كان بالدستور او باي وثيقة دستورية او قانونية بالجمهورية اللبنانية بتحكي عن حدود لبنان تبعا للخط 29. طيب كيف الواحد بيتنازل على شيء مش موجود؟ لو انه الخط 29 محدد ضمن خريطة لبنان كان الواحد بيقول ايه نعم ارتكب الخيانة العظمى وتنازل عن السيادة اللبنانية رئيس الجمهورية، بالتالي منا موجودة، معناتها التهمة باطلة. اثنين، الخط 29 لما استعملوا رئيس الجمهورية وطلع جن جنونه نبيه بري ووليد جنبلاط وسمير جعجع وفؤاد السنيورة ونجيب مئاتي، هيدي الخبرية استعملها رئيس الجمهورية، ولما كانوا يقولوا له إذا بتتذكروا وقع على تعديل المرسوم 6433 تبع اللي صار سنة 2011 رفض. ليه؟ لأنه خط 29 كان عم يستعملوا عصاية للأمريكان وللإسرائيلية لحتى في حال ما بدهم يقبلوا بحدودنا الحقيقية اللي هي 23 بلس، ساعتها بيقول لهم بدنا نرسم على أساس الخط 29، بينما الخط 29 هو خط وهمي وهو خط تفاوضي، وهيدا اللي طلع الشعر على لساني وأنا أشرحه من سنة ونص لهلا. أكثر من هيك في موضوع كتير مهم، في أسئلة كتير عم تنسأل لحتى ما ينعطى كتير يعني أخذوا رد بهذا الموضوع، في أسئلة كتير عم تنسأل بموضوع ما بعد الترسيم. هلأ بإذن الله إذا صار الاتفاق كما هو مع القبول، وأكيد رح يقبلوا بموضوع التعديلات على نقطتين المنطقة الأمنية وقصة التعويضات، هون لحتى أرجع أذكر فيها، التعويض يتم من أرباح شركة توتال مع الكيان الإسرائيلي، ما لنا علاقة، لبنان ما له علاقة. ليه عم بيعتبروا هيك؟ عم بيعتبروا لأنه القسم الجنوبي الشمالي من حق القانا داخل ضمن المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة، بالتالي بدهم تعويض عنه لأنه بالنتيجة انتزع من إسرائيل الحق القانا كاملا مع نزول صوب الجنوب يعني لجوا بعمق المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة، بدهم تعويض عنه. رفض رئيس الجمهورية إعطاء أي تعويض لإسرائيل نتيجة هذا الحقل، بالتالي وافقوا الإسرائيلية بضغط أمريكي وفرنسي وأوروبي، عم بيتفقوا مع شركة توتال بفرنسا ليعطون حصة من أرباحهم هني، مش من النتائج اللي من وراء تنقيب الغاز من عنا واستخراجه. فهيدي خليها تكون مفهوم من الكل. اثنين، سفيرة الأمريكية شو بتقول؟ بتقول إن أمريكا، إن الولايات المتحدة، صحيح ريتا السنيورة كان عطيهم للخط واحد يعني شمال صيدا وما حدا فتح تمها، لا شفنا كتيب ولا شفنا قوات ولا شفنا اشتراكي ولا شفنا مردة ولا شفنا حركة أمل ولا شفنا طيار مستقبل، ما حدا فتح تمه.
لا بل اكثر من هيك، تواطؤوا مع السنيوره ليتنازل عن الحدود اللبنانيه لغايه الخط رقم واحد، وما حاسبوا نبيه بري بمجلس النواب لانه هيدي خيانه عظمه. يا سامي جميل ويا نديم ويا امين ويا سمير ويا وليد. وليد عم بيزين له للرئيس بري، بيقول ايه ما هيدي الكميه اللي اخذناها بالمقترح الامريكي هي ذاتها اللي كانت باتفاق الاطار. لا كذب، عم بيبيض وجهه مع نبيه بري لحتى عشوي يقولوا انه نبيه بري له يديه بهذا الانجاز. لا لا كذابين، كذاب وليد جنبلاط. الاتفاق الاطار كان مثبت خط هوف، ما حدا يتفلسف بهذا الموضوع نهائيا وما حدا فتح تمه. ولك اجى عم بيطير الجمعه العظيمه العطله تبعتها ومضي جو سركيس وزير القوات على هيدي. هلا ما بدنا نفوت بهيدي المتاهات لانه ما بنخلص اذا بدي بلش احكي عن خطاياهم وعن جرائمهم المقترفه بحق الدستور وبحق الطوائف وبحق الشعب اللبناني. فنرجع لموضوعنا الاساسي. بتقول السفيره الامريكيه ان اداره الولايات المتحده الامريكيه، خليني اقراها كمان احنا ما يكون اي لغط بالموضوع، وهيدا البيان بتحطه وزاره الخارجيه الامريكيه كل يوم بيانات عن السفارات، بتقول ان الاداره الامريكيه عندما تريد ان توقع اي قرار او تتفاوض بشانه فهي تتفاوض وتوقع مع الاقوياء. عم تحكي عن مقترح الامريكي بترسيم الحدود. شو معناتها هيدي الرساله لا المعاتيه ولا الرتش بالمنظومه الفاسده ولا نبيه بري ولا سمير جعجع ولا وليد جنبلاط ولا نجيب مئاتي ولا كل هذه المنظومه؟ معناتها انه الامريكان ببيعوكن وبيشتروكن ساعه اللي بتكون مصلحتهم بالداء. يعني معناتها مين ان الاقوياء؟ وكملت الاقوياء الرئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون والمقاومة. بالتالي ما هودا عنصر القوة تبعنا بلبنان اللي أدى إلى فرض شروط اللبنانية لتحقيق المكاسب اللبنانية كاملة لاسترجاع الحقوق المحتلة من قبل إسرائيل بما يتعلق بالحدود البحرية، حتى أنه رفض رئيس الجمهورية استتباع أو ربط الحدود البحرية بالنقطة بي 1 اللي موجودة على الحدود البرية لحتى ما يستعملوها لاحقا ويهجموا عليها لرئيس الجمهورية. يعني ماشي يسكر له من كل الميلات. فبالتالي لما تصرح السفيرة الأمريكية هيك بغض النظر عن موقفنا منها أو موقفنا من الإدارة الأمريكية، يعني معناتها الأقوياء هن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والأمين العام للمقاومة، لأنه هن بمنطق القوة فرضوا هيدا الموضوع. اثنين، بايعينكم من زمان. بدي أرجع أذكرهم لما صارت 7 أيار 2008 وصار قيام المقاومة ب ضرب نتائج قرار 5 أيار. تطلع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بوقتها بتقول إن ما قامت به المقاومة في لبنان لا يرتقي إلى مستوى الانقلاب. يعني كمان عطيتهم هدية محشية لجماعتها لهن زيتهم، يعني وليد جنبلاط سمير جعجع فؤاد السنيورة بوقتها وطيار المستقبل وكلهم هولي، عطيتهم محشية قالت لهم وزيرة الخارجية الأمريكية يعني ما تعووا تنبحوا بالقلب على هيدا الموضوع، الإدارة الأمريكية ما بتعتبروا انقلاب. بالتالي سكتوا عن الموضوع وأبوا باطن وأذعنوا. هلأ هون صار في خطيئة انتخاب ميشيل سليمان بالدوحة، هيدي مشكلة طويلة كانت، لو أنه بوقتها ما انتخبناه لميشيل سليمان كان تغيرت كتير أمور. على كل حال، فإذا يعني لما تقول هيك معناتها هيدا اعتراف ضمني وعم تترجى لحتى يخلص. واكثر من هيك، هوكشتاين قبل بشهر اجا وقال عن المنطقه الامنيه، قالوا له اذا ما لرئيس الجمهوريه اذا ما بتوافق عليها اسرائيل رح تمتنع عن التوقيع. قال لهم عمره ما يصير في اتفاق وعمره ما يصير في ترسيم حدود لانه لن نتخلى على شبر واحد من مياهنا او اراضينا. بالتالي اذعن الامريكي واذعن الفرنسي وبضغط اوروبي لانه مشكلتهم كبيره من وراء حرب روسيا واوكرانيا، فأزعن الإسرائيلي وبالتالي شالوا موضوع المنطقة الأمنية. نقطة تانية عم بيسألوها الناس، طيب من بعد يعني الاقتراب من التوافق أو الاتفاق على ترسيم الحدود بلشوا الأمريكان يشيلوا العقوبات أو دراسة إجراء نزع العقوبات أو شال العقوبات عن جبران باسيل.
هيدي كمان أرنب من الأرانب اللي بيصدروها ليه؟ هيدي محاولة وسخة لربط، انتبهوا لها هيدي. ما حدا يسأل عن موضوع العقوبات ويتفاعل مع الإشاعة. قصة طرحها هلأ بهيدا التوقيت المشبوه إنه الأمريكان عم بيدرسوا لرفع العقوبات عن الوزير جبران باسيل، هيدي محاولة خبيثة من قبل أرانب الداخل والمنظومة اللي بتكره رئيس الجمهورية والمدرسة العونية واللي بتكره شعب لبنان، لأنه اللي بيكره المدرسة العونية أوتوماتيكمان نتيجة بيكون عم يكره شعب لبنان كله والدولة اللبنانية، لأنه الدولة اللبنانية وشعب لبنان العظيم متمثلين برئيس الجمهورية ميشيل عون اللي هو رأس السيادة ورأس الوطنية بهيدي الدولة. فهيدا التصريح بتوقيته مشبوه وخبيث. ليه؟ لأنه بدهم يربطوا، يحاولوا يربطوا إنه موضوع الترسيم لما تم هو جايز الطردي لنشيل العقوبات عن وزير جبران باسيل، أي بما معناه إنه وزير جبران باسيل ورئيس الجمهورية تنازلوا عن حقوق لبنان عن خط 29 مقابل رفع العقوبات عنه. وهيدي كذبة كبيرة، وقلت لكم توقيت ومحاولة خبيثة، فما حدا ينقاد وراها ويتفاعل معها هيدي الكذبة، لأنه غير صحيح. لا يوجد هناك المفاوضات لرفع العقوبات عن الوزير جبران باسيل نتيجة الترسيم، إنما لأنه الأمريكان لقوا منطق القوة المتجسد برئيس الجمهورية وبالأمين العام للمقاومة في ملف ترسيم الحدود، لقوا ما بقى إلا طعم العقوبات. ليه؟ لأنه العقوبات اللي ألقت على الوزير جبران باسيل هي مش لكرمال الوزير جبران باسيل لحاله، هي عقوبات كانت يعني مثل واحد المثل اللبناني اللي بيقول منحكي الكنة لتسمع الجارة، هني عم بيفرض عقوبات على الصهر لحتى يقولوا له الرئيس الجمهورية انك يجب عليك التراجع عن مواقفك اللي اخذتها بالامم المتحدة واللي بلشت مؤامرة ثورة الزعران اللي حركوها الامريكان عبر عملائهم بالداخل اللي هي المنظومة الفاسدة من اجل اسقاط رئيس الجمهورية وتلقينه درس لا ينساه، لم يسقط ولم يستطيعوا ان يغبروا على نعله. بالتالي لانه التحالف مع المقاومة متين بين التيار الوطني الحر والمقاومة، هيدي أسباب العقوبات يعني، ولأنه موقف رئيس الجمهورية رفض التوطين، رفض دمج النازحين، ورفض أن ينصاع للإرادة الأمريكية الإسرائيلية فيما يتعلق بترسيم الحدود حسب شروطهم، أي خط هوف اللي كان بده إيانا به بري والسنيورة ومئاتي وسمير جعجع ولي جملاط وكل هيدي المنظومة اللي بتدور بفلكهم. مشان هيك نحن بنحكي الحقيقة مثل ما هي، ابدا مثل ما هي حرفيا، واللي عنده وقائع اخرى فليتفضل لنا فيتفضل بها لنا لحتى نناقشه بكل حريه. فاذا السبب الحقيقي على العقوبات على الوزير جبران باسيل هي تشبث وزاره الطاقه بشخصه، لانه مستلم التيار الوطني الحر بالرغم من كل العرقلات، ولكن بهذا الموضوع السياده تشبث في رئيس الجمهورية وقال لا تنازل وبدنا حقوقنا كلنا بالمياه البحرية كلها، حطوا العقوبات على الوزير جبران باسيل. هلا هيك بتنطرح القصة بهالمنطق هيدا، بما انه قربنا لانجاز الاتفاق على الترسيم وبما انه رح ناخد حقوقنا باذن الله اذا ما صار في عرقلة، معناتها بطل الو عازي موضوع العقوبات على الوزير جبران باسيل من هيدي الزاوية. نعم ايه الامريكان بدهم يغيروا فكرهم لانه بيتعاطوا مع القوية وبيزتوا عملائهم بنص الطريق وبيزتوهم بالبير، فبالتالي منطق الامور بيجبر الادارة الامريكية على دراسة اعادة النظر بقرار العقوبات هذا القرار الجائر والغير قانوني، لا تبع للقوانين اللبنانية ولا تبع للقانون الدولي. فبالتالي منطق الأمور بيقول الإدارة الأمريكية ستعيد النظر بقرار العقوبات على جبران باسيل وبترجع ترفعها إجباري، لأنه هذا منطق الأمور ومنطق القوة اللي عم بيتعاطوا معه الأمريكان باعتراف السفيرة الأمريكية. اثنين، لحتى يقولوا العالم أنه هني عم بيقولوا بدوني يسرقوا المصريات ومدري شو، ليكو منطق الأمور هون مش تحليل ولا معلومة، عم نحكي عن منطق الأمور. بما أنه خراب لبنان سنة 2019-17 هو إجا بقرار أمريكي للمنظومة الداخلية عملوها ثورة وهي ثورة وهي من أجل إقصاء رئيس الجمهورية واستقالته لعدم الوصول إلى النتيجة اللي حققها لبنان بترسيم الحدود، بالتالي منطق الأمور الحصار المفروض يجب أن يرفع. ليه؟
انتبهوا، مش معلومة ولا تحليل. منطق الأمور بما أنه الترسيم رح يصير أمر واقع وإن الله رد، بس يتوافق عليه بتبلش هيدا الكلام يعطي نتائجه. يعني معناتها المنطق بيقول إنه الحصار المالي رح يطلع، رح يوقف لوحده على لبنان. ليه؟ لأنه عندما ينجز الترسيم، وعلما أنه رئيس الجمهورية فرض بالترسيم، باتفاق الترسيم هيدا فرض على إسرائيل والأمريكان أنه يسمحوا للشركات الأجنبية ببدء التنقيب والاستخراج، معناتها سيأتي عقود للدولة اللبنانية لوزارة الطاقة من أجل البدء بالتنقيب والاستخراج، وهيدي بتدر مئات المليارات من الدولارات للدولة اللبنانية حتى قبل الاستخراج. يعني معناتها هيدا المنطق بده يسري على الحصار. لما تفوت هيدي المئات المليارات الدولارات معناتها بطل في حصار على العملة الأجنبية، معناتها السوق اللبنانية والاستهلاك اللبناني للعملة الأجنبية وللاحتياط الدولار بدها تنفتح عن جديد. بالتالي حكما سوف يسقط الحصار. اثنين، على الوضع السياسي والأمني إجباري، بما أنه قلت أنا سابقا هيدا الترسيم له علاقة كمان بالأمن وله علاقة بالسياسي. بالأمن، إسرائيل لن تقدم مطلقا نتيجة معادلة القوة اللي أرساها رئيس الجمهورية مع المقاومة، لن تقدم على أي خربطة أمنية على حدودنا الجنوبية، ولا حتى لن تقدم على أي اعتداء، على القيام باعتداء، لأنه بتدفع ثمنه كتير غالي، لأنه السيف المسلط على رقبتها من قبل المقاومة ما زال واقعا لا محالة. هيدا على الوضع الأمني من هلأ لـ30 لـ40 سنة لقدام. هلأ ما حدا بيقتل، ما منأمن لإسرائيل، ولكن منطق القوة اللي فرضته المقاومة ورئيس الجمهورية ميشيل عون، يعني اللي فرضته المقاومة والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، يعني شعب جيش ومقاومة، ما بقى فرقاني معنا إذا نأمن ظهرنا لإسرائيل أو لا. لا، لأنه الواوا بيجي دغري بمجرد قرار من رئيس الجمهورية المقاومة تقوم وتنفذ، مثل ما قال الأمين العام للمقاومة بخطابه الأخير. فبالتالي هيدا الوضع الأمني. الوضع السياسي أكيد رح يصير فيه يعني ارتياح سياسي بالمنطقة، لأنه إسرائيل مهتمة باستخراج الغاز تبعه ونحن مهتمين باستخراج الغاز تبعنا، مما بيعطينا عام فائض قوة بهيدا الموضوع. فبدي يكون في استقرار سياسي وبدي يكون في استقرار مالي. هلأ مش بالضرورة دغري تجي المصاري، ولكن مجرد استدراج العروض والعقود بدهم يدفعوا الشركات بحسب القانون العالمي الاقتصادي والتجاري في استخراج الغاز والنفط. إجباري بده يدفعوا مسبق للدولة اللي بيعملوا العقود معه، إجباري. مشان هيك رح يفوت مئات مليارات الدولارات، معناتها رح تمشي الأمور، بس مش دغري بالنتيجة دغري. هيدي هي المنطق تبع الأمور، وهيدا هو اللي رح يصير. طيب هون نرجع لشغلة أساسية اللي هي رئاسة الجمهورية. ما بدي أحكي عن الحكومة، الحكومة لم يعني اللي بيفرض منطق القوة على إسرائيل وبيجبرها على القبول بالشروط اللبنانية، يعني رئيس الجمهورية والمقاومة، يعني معناتها منطق الأمور الحكومة لن توقع ولن تشكل إلا بما يريده رئيس الجمهورية من شروط، اللي هي شروط لبنان وشعب لبنان، مش شروطه هو. بالتالي الحكومة تحصيل حاصل في حال توقع جمعة الجاي راح يكون الوزراء والشروط اللي بيمليها رئيس الجمهورية. اثنين، فيما يتعلق بموضوع رئيس الجمهورية، نظرا لهيدي الشرح اللي عملته كمان مش معلومة ولا تحليل، ولا عم بعطيكم اشياء لتتأملوا فيها. منطق الأمور بيقول إذا أزيلت العقوبات عن الوزير جبران باسيل تبعا لترسيم الحدود من منطق الفرض، وقت الفرضوها كانت على أسباب جائرة وتتعلق بالترسيم، صار الترسيم حسب ما بدها الشروط اللبنانية، منطق الأمور رفع العقوبات عن وزير جبران باسيل لأنه ما له عازي، ولأنه أصلا وضعت تبعا لأنه ماجنيتسكي، لأنه ما لقوا ولا حساب لجبران باسيل بأي دولة بالعالم. فإذا منطق الأمور بيقول سوف يعاد خلط الأوراق السياسية مجددا على الوضع الداخلي، ويمكن نوصل لمرحلة مش بعيدة كتير انه رئيس الجمهورية الجديد يكون الوزير جبران باسيل. هيدا تمني وهيدا منطق الأمور بيقول هيك. ليش؟ لانه اذا بدها تفوت الأموال على لبنان لازم يطير حاكم المصرف، ولازم
يطير مزرعة دري، ولازم تطير مزرعة والجملات، ولازم تطير مزرعة المئاتي، ولازم تطير المزارع اللي حواليها. هيدا منطق الأمور بيقول لأنه هيك لازم يصير، مش معناتها أنه هيك رح يصير. أحلى ما يتاخد علي الكلام وكأنه أنا قلت أنه هيك بده يصير، بس هيدا منطق الأمور. بالتالي يجب أن يستمر برئاسة الجمهورية الوزير جبران باسيل لحتى يكمل ما بدأ به رئيس الجمهورية العماد بشار عون لتطيير هذه المنظومة الفاسدة، منظومة المالية الدينية السياسية والإدارية والدستورية. فبالتالي هون كمان نقطة أخيرة ذكرت فيها امبارح، موضوع الصندوق النقد، الصندوق الوطني السيادة للنفط والغاز. تكتل لبنان القوي مقدمه من امتى؟ من امتى مقدمه؟ من سنة 2011 قدمه بواسطة رئيس تكتل لبنان القوي اللي هو الوزير جبران باسيل وقت كان العماد بشار عون وقت كان رئيس التكتل بوقتها. يعني اللي مطبوب بجوارير نبيه بري وجوارير جورج عدوان، ما بقى حدا كذب عليكم، ورقمه 183 وموجود. اللي بده يستحصل على المعلومات في يستحصل بموجب قانون الولوج الى المعلومات، في استحصل عليها للمرسوم موجود. ومحال مشروع القانون الى مجلس النواب اللي موقفه هن نبيه بري وجورج عدوان وكل هذه المنظومة الفاسدة، وانتهى البيان عند هالحد. مشان هيك نحن بنقول له بكل اخر فيديو نحن معك لاخر نفس، وبنشوفكم بكره الساعه 9:30 ان الله راد بتوقيت الجبل مجددا. تصبحوا على الف خير وتضلوا من اهل الخير.